السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متصفح موقع zayocity.net أينما كنتم وحيثما وجدتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لقاء مفتوح. لقاء مفتوح نخصصه اليوم للجانب النسوي بمدينة زيو، ونستضيف في هذا العدد الأستاذة مراني أمينة. السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس بخير. الحمد لله الحمد لله. كما كان عفو، الأستاذة مراني أمينة فاعلة جمعوية اللي استطاعت تفرض نفسها في العمل الجمعوي، وحظات يعني تسيير دار البير بمدينة زيو. في البداية بغينا تعطينا واحد الورقة تعريفية للأستاذة أمينة المغني. مرحبا، أولا كنشكر زيو سيتي هذا الموقع اللي ما كيبخلش علينا واللي كيطرق لجميع الجوانب، والمعلومة كتجينا قريبة كتوصلنا حتى للدار. كنجدد الشكر ديالي للسي مصطفى الوردي. وقبل ما غادي نعطي واحد التعريف، بأن السي مصطفى الوردي كان من المؤسسين ديال الجمعية، جمعية ملتقى المبادرات النسوية في 2006، حيت كان في الجمعية الشعلة. حنا كنا يلاه جداد ما كناش عارفين، المهم المراسلات أي حاجة كنا كنحتاجوها، هو وعضو شرفي معنا في الجمعية. كنجدد له الشكر، وشوف كيفاش كنا كنسميوه الابن البار. شكرا أستاذة، دار واجب. شكرا أمينة المراني، أستاذة رئيسة الجمعية الخيرية الإسلامية دار البير، عضو في اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عضو في جمعية متبرعين بالدم إقليم الناظور. أستاذة أمينة، بغينا نعرفوا كيفاش يعني جاتك فكرة أنك تنخرطي في العمل الجمعوي بالمدينة، خصوصا وأننا كنعرفوا بأن النساء اللي كيمارسوا العمل الجمعوي بالمدينة للأسف يعدون على الأصابع. هي البادرة كانت بادرة قديمة، ملي جينا هنا لزايو في 1982 كنا دائما كنشتغلوا تقريبا في العمل الجمعوي. كنا في المناسبات الدينية، في المناسبات الوطنية، في المدرسة كنا كنقوموا بأنشطة. كانوا ديك الوقيتة كانوا كيبغيو ينقطعوا كتب، كنا نساعدوهم. عيالات عندنا تما في الحي اللي قريب الوزين كانوا كيجيو، ما كانش مثلا عندهم الحاله المدنيه باش يسجلوا الدراري ديالهم، كنا كنقدموا هاد المساعدات. الا بغيت تكون كان عمل جمعوي متفرق يعني ما كانش مهيكل في اطار جمعيه. في 12 من شهر 5 2006 جاتنا الفكره مع مجموعه من الاستاذات باش نكونوا واحد الجمعيه نسبيه. وفعلا اسسنا واحد الجمعيه النسويه، جمعيه ملتقى المبادرات النسويه. لماذا جمعيه ملتقى المبادرات النسويه؟ لان ذاك العمل اللي كنا كنديروا متفرق، قررنا اننا ذاك العمل نجمعوا، وكانت ملتقى فعلا للنسوه. ومن هنا كنجدد الشكر للاخوات الاستاذات اللي ناضلوا في تاسيس هذه الجمعيه. وما كانش بالسهل باننا غادي نجيو، ما كانش الارض مفروشة لنا ورود. واش يعني ملي كتسمعوا جمعيات ملتقى المبادرات النسويه، باش نقربوا اكثر للقارئ، واش كنتوا كتستهدفوا النساء؟ يعني كتعاملوا مع شركات النساء فقط، ولا يعني كتعاملوا مع الجميع؟ هي الجمعيه خديناها لان الاهتمامات ديالنا اللي كانت كتصب قبل كانت في الجانب ديال المراه. حنا مثلا المراه، الطفل، ولماذا حتى الرجل؟ يعني واش قدمتوا انشطه بالنسبه للرجل؟ اي قدمنا انشطه بالنسبه للرجل. تقريبا كانت عندنا في الاميه كانوا فيها رجال، كانت عندنا انشطه مثلا ديال المجتمع المدني،
توقيع كتب مثلا تكريم. يعني الجمعية كانت منفتحة على جميع شرائح المجتمع وبالأخص المرأة والطفل. جات دار البير. جات دار البير بفضل يعني المبادرة المولوية اللي سيدنا أنعم على الساكنة ديال زيو وعلى الفتاة القرويات بهذا الدار اللي حلت واحد المشكل كبير وهاوس ديال الهضر المدرسي. كيفاش كت يعني الإحساس ديالك أنت كت يعني تختاريتي يعني أنك مسؤولة على واحد دار كبير في المدينة يعني دار كبير خاصة بالفتيات يعني كما اللي كيقراو هنا في زيو واللي كيسكنوا في العالم القراوي، يعني هذه المسؤوليات واش تقبلتيها واش خفتي الاحساس ديالك؟ هي فعلا مسؤوليه وهي تكليف اكثر منها تشريف. وحيت قبل كنا في الجمعيه اشتغلنا مع النسوه والنساء كنا درنا شراكه مع وزاره الاسره والطفل والحلويات الاعلاميات وكذلك شراكة مع وزارة التربية الوطنية محو الأمية. السنة المنصرمة كانت عندنا 700 مرة اللي كدير محو الأمية تابعة للجمعية ديالنا وتقريبا 24 مؤطرة. هذا في حد ذاته أنه نشاط مدير للدخل لدوك المؤطرات والاستفادة ديال دوك العيالات، في حين عندنا مركز تكوين وتأهيل في الخياطة. نعود لو دابا جمعية ملتقى المبادرة النسوية غادي نرجعو لها، يعني الأنشطة اللي كدير نهضرو على دار البير. يعني بالنسبة لدار البير يعني شحال دابا عندكم فوقاش يعني تأسست باش تقربوا أكثر؟ في 16 يوليو 2008. في البداية شحال استقبلت نتاع المازيلات؟ في البداية كان عندنا مشكل أننا جا شرفنا سيدنا بالتسيير ديالها. شنو درنا ديك الوقيته؟ العضوات ديال الجمعيه كنا كنخرجوا كنديروا حملات تحسيسيه. راه من الصعب مجتمع بحال زيو ومجتمع محافظ هادو ماشي لداخل على برا، انك تمشي عند الاب وتقنعو ان بنتو الاسبوع كامل تجي مثلا وتبقى عندك في دار البير. هادي غير اون بارونتيز. واحد الاب مشينا عندو قنعناه هذا في الاخر قالنا واش نقول لك الحاجه؟ واش انا البنت ديالي اللي تمشي وتدي الموزيط وسيمانه ما نشوفهاش انا يمكن هذه حتى من الحاله المدنيه غادي نزول. ما بغاتش تدخل له الفكره ان بنته تجي وتقرا. مشينا وعاود رجعنا كانت مع الشيخ اللي نقدموا هذا كنا مدنا حملات تحسيسيه. فاش رجعنا السيد جا شاف دار البير اقتنع وواجه عندنا وجاب البنت. السنه الاولى كانت عندنا 30 فتاه. يعني حسوا بان دار البر بحال راهم في دارهم، يعني البنات ديالهم ما عليهم حتى شي حاجه. اكزاكتلي. عمر ما تسجلت شي حالات يعني؟ لا داكشي اللي جيت نقول لك، حنا دار البر هذه من 2008 حتى لدابا بشهاده الجامع اعلى المعدلات في دار البر، حسن السيره، كنشوفوا مشاكل كيوقعوا للبنات وهما في ديورهم. دار البر الحمد لله عمر مشكل ولو بسيط ما وقعناش. الحمد لله. اونتخنو حتى بيناتهم البنات، كيكونوا جوج بنات في الدار. يقدروا يدابزوا على البدله مثلا على واحد المقبط ديال الشعر، حنا داك المشاكل ما عندناش، ولكن كاع هادشي كان على حسابنا اون سوفير باش وصلنا لهذ الدرجه ديال اننا بناتنا مضبوطين ومن نهار الاول اعتبرناهم انهم بنيتنا. في حين كانوا عندنا صعوبات في الاول ان السنه الاولى 2008 2009 ما كانش عندنا دعم في دار البير. دار البير بدينا هذيك السنة الأولى أزيرو درهم. ما كانش دخل حتى ل 2000 في شهر 5 2008 بليتو 2009 عاد كان عندنا دخل تاع التعاون الوطني. ولكن حنا دوك البنيات درناهم بناتنا. حنا كنجيو مثلا كنعجنو في الليل شي مرة في الليل نديرو لهم زيت الزيتون نديرو الشعرية، المهم حنا كان عندنا الغرض ديال دوك البنيات يقراو. وشكون اللي ساعدكم في هذه المدة؟ إلى جانب ديالكم واش ما كانوش محسنين؟ لا ديك الوقيتة كانوا محسنين. بالنسبة لدار البير السنة الأولى كنا استقبلنا 30 فتاة، ولكن كان عندنا صعوبة في التسيير لأن ديك السنة الأولى في 2007 2008 دار البير بديناها بزيرو درهم. وقال انا الدعم ما جانا حتى لشهر 5 حتى لماي. شنو اللي المجهودات اللي درنا؟ اننا حنا كنا مع البنات، اولا كنا اضطرينا شي مرات كنا نباتوا معاهم دوك الليالي الاولين باش يولفوا، كذلك كنا مثلا في الاكل وداك الشيء كنديروا شي حوايج طورتيه بحال اللي عندنا في الدار،
حنا المهم البنات عندنا يقراو. الدعم اللي شنو اللي كان، كانوا محسنين، كانوا درنا البنات اشتراكات، ومع العدد 30 كنا قدرنا نديرو. ودائما كنقول باننا جمعيه نسويه دبرنا كاننا في ديورنا، المهم بناتنا ياكلوا والمهم يقراو. بغينا نسولك الاستاذه بالنسبه لدار البير، سمعنا بان هذا العام كان العدد كبير ديال الاقبال، يعني الاقبال منقطع النظر. اشنو درتوا في ذوك الحالات نتاع الفتيات اللي ما يعني ما تقدرتش دار البير؟ هذا هو السؤال الوجيه. وهذا هو السؤال اللي راه الاخر، والمشكل اللي كيقلقنا حنا. السنه الاولى كانت، السنه الثانيه 70، السنوات الاخرى هي عندنا الطاقه الاستيعابيه 92. حنا العام اللي داز تجاوزنا تقريبا 100 فتاة. العام اللي داز نفس المشكل، 80 فتاة اللي انقطعت عن الدراسة. 80 فتاة، في حين أننا كنسمعوا المنادات، القضاء على الهدر المدرسي. حنا مشينا عبئنا الناس، عبئنا الآباء، ها ما جاوا البنيات ما قراوش فين يقراو. دابا كيجيو شي بنات مؤخرا دخلت معايا مع الوالد ديالها، فاش جات خارجه عندي قالت لي اخرتي بغيت نقرا، كتبكي قسما بالله الا بكينا معاها. وهاد السنه نفس الشيء، في حين اننا درنا اجتماعات وهذا، ولكن انا بنفسي راني مأزمه، وبنفسي كنقولها بين قوسين كاننا جمعيه نسويه، باش كنشوف انا تقريبا 90 بنت انقطعت عن الدراسه وما سجلوش في الاعدادي والثانوي، حيت ما عندهمش فين يكونوا. كان واحد الشريحه شنو درنا، فتحنا واحد الباب باش يكونوا دومي بونسيونير، نصف داخلي. قبلنا تقريبا شي 20 فتاة، دابا نصف داخلي، كيجيو الصباح مع 8، فاش كيخرجوا مع 5 اما كيجيو لي بارون يديهم، ولا كيمشيو هما راسهم، ولا شي قطات كينقي. حتى هاد النقل اللي داروا في حاسي بركان ما حناش حنا المشكل، حيت البنات اللي عندنا تاع حاسي بركان مشاو للثانويه، ولو في حاسي بركان ما كيمشيوش مثلا على الطريق. البنت كتمشى 4 5 كيلومتر عاد باش كتوصل، دونك ما غاديش في الليل البنت تمشى ديك يعني المسافه. الا بالنسبه للفتاه كاين صعوبات، لا بالنسبه للدار البير يعني القدره الاستيعابيه استوفيناها، والقانون من 14.05 واضح باننا ما نقدوش نتجاوزوا الطاقه الاستيعابيه ديال الدار البير. وشنو كنطلبوا للمسؤولين؟ انا دابا كنطالب المسؤولين، واتصلت بالهيئات ديال المجتمع المدني في زي وبالجامع، ولكن لسوء الحظ ما شفت انا شي واحد اللي جا لدار البير وقلت سمعي كيقول لك استاذه فئات المجتمع، بلا سلطه وبلا المعنيين بالامر اللي درنا اجتماعات، جا شي واحد قال لك استاذه شنو غادي نديروا ولا هادي، في حين يمكن لو كان كانت شي حاجه كل شيء يجي يوقف كل شيء يجي. هذا هو دابا المشكل. الموضوع مهم يعني، هنايا خص يعني الادارات المعنيه والاخطاب يعني يدخلوا يفكروا يبنيوا شي دار اخرى، واللي مثلا يديروا النقل المزدوج. النقل المزدوج كاين، ولكن دابا البنات اللي عندنا بعادات على الطريق. أيه هو المشكل يبكي. صبروا شويه يعني كاين دابا النقل المزدوج. لا كاين داير الحاسي بركان، ولكن حنا مع بناتنا ما قدروش ليه، لانه كيتمشاو البعد. البعد. وكيقول لك الاباء عاوتاني واحد المساء يعني كتطرح كيقول لي الظلام كي غادي يديروا. واحد السؤال انا غادي نقولوا، حيت دابا كاين اشاعات كيقول لك دار البير كانوا فيها شي بنات اللي تقريبا شويه لاباس عليهم. حنا السنه الاولى كانت عندنا 30 وحنا الطاقه الاستيعابيه 92، جاونا بنات اللي المشكل اللي عندهم هو البعد. الاب تقريبا عنده قال لك ما نكريش لبنتي، انا ما نطمئنش على بنتي. دوك البنات استقبلناهم لانهم دو توت فاسون غادي كانوا يخرجوا ما غاديش يقراو، استقبلناهم. السنه المقبله مين كان اللي من مورها مين كان اقبال، بدينا كناخذوا المعايير. اليوتم تفكك الاسري البعد، ومؤخرا كنا درنا اجتماع مع المصالح المعنيه بالامر ان نشوفوا حتى المعدل. انا وحده بعيده مثلا جابت 5 ولا 4، وحده جابت 7 ولا، غادي نفضلوا ديك مولات 7. حنا ما غاديش مثلا الدوله تصرف وحنا غادي نفقوا على وحده اللي غادي مثلا ما غاديش تمشي ولا ما غاديش تمشي بعيد. يعني درتو معايير. معايير كاينين في القانون 14.05. شكرا. بغيناك تقولي لنا كيفاش كيدوزوا اليوم فتيات دار البير من 8 الصباح حتى المساء. مرحبا. كينوضوا الصباح مع 6، كينوضوا فعلا كيديروا لاطواليت ديالهم، يأرونج لي دورتوار كيجمعوهم يديروا، كيديروا تحية العلم، كيهبطوا
كيفطروا اللي مثلا كندخل مع 8 كنخرجوا الوقت عندنا مضبوط. الاعداديه اللي قريبه عندها توقيت، الثانويه عندها توقيت، كيمشي هنايا كاين مرشدات تربويات كيكون دعم. مثلا اللي عندك دخلت مع 8 وخرجت مثلا مع 10 كتجي كتمشي لقاعه المطالعه او قاعه الدعم مع 12 ونص كيتغداو نفس الشيء. عاوتاني مع الثانيه كيسانفوا الدراسه ابتداء من 4 كنديروا لهم الكوتي حتى مفتوح حتى ل6. اللي جات كتاخذ الكوتي ديالها كتطلع عاوتاني للمطالعه 7 ونص كيتعشاو. من بعد كيطلعوا عاوتاني للمطالعه. كاين اساتذه اللي من هنايا كنحيي فيهم هذا المبادره واللي اتصلنا بهم وقبلوا الدعوه انهم كيجيو يديروا لهم دروس في الدعم مع المربيات والمؤثرات اللي عندنا حتى حنا في الاخر. بعض الاحيان حتى حنا كنخدموا معاهم كندير لهم دروس ديال الدعم كينعسوا الصباح عاوتاني لو لوندما. وما كايناش انشطه موازيه؟ كاينه شحالات ولا غير نفطر لا كاين انشطه موازيه. كاين مثلا انشطه رياضيه البنات ديالنا عندنا فريق في كره القدم كره السله وفي الهوند شاركوا في مقابلات وطنيه مشينا للحسيمه مشينا لكازا جابوا ميداليات كتشرف العدو الريفي كذلك جويت القران كيجيو اساتذه كيعطيوهم دروس. ومن هنايا كنشكر السيد رئيس المجلس العلمي والسيد رئيس مندوب الاوقاف والشؤون الاسلاميه والساده الائمه والخطباء ديال المساجد كيجيو كيديروا لهم تاقير ندوات دينيه تجويد القران. السنه المنصرمه كان واحد التشجيع كبير بان المجلس العلمي جا ودار لهم داك العشاء وعطاو جوائز للبنات وهذا. وكنشكروا كذلك الموقع زيو سيتي اللي راه قرب هذا الشيء للناس وراكم حضرتوا وشفتوا معنا دوك الانشطه اللي دارت. بالنسبه للاستاذه يعني الشركاء ديال الدار يعني باش الناس يتعرفوا شكون يعني اللي كي الشركاء ديال دار البير عندنا التعاون الوطني اللي كيقدم لنا واحد الدعم سنوي عندنا الجهه الشرقيه عندنا المجالس المنتخبه عندنا جماعه اولاد ستوت من اللي تاسست دار البير وهما كيعطيونا الدعم سنويا. ومن هذا المنبر كنشكر السيد رئيس الجماعه القرويه والمكتب ديالو المساعدات اللي كيعطيوها لنا ومساعدات كذلك بغير الدعم اي حاجه كانت في المتناول ديالهم ولا اللي يقدروا مثلا يساعدونا بها كاين المبادره الوطنيه للتنميه البشريه حتى هما راه مخصنا واحد الدعم كاين المجلس الاقليمي البلديه حتى هما ولو ان واحد اللي خصونا يلا غير واحد السنه اللي خدينا الدعم دابا راه طلبنا شراكات وحنا كنستناو باش يجاوبونا في ديك الشراكه. وكذلك كاينه ضريبه الذبح ضريبه الذبح نورمالمون في القانون 14.05 كيقول باننا خصنا نستافدوا منها لا ما كنستافدوش منها حيت كنا مشينا درنا طلب للسيد رئيس المجلس البلدي وكنا وصلنا لواحد الوقيته قالنا صافي راه حنا دفعنا لسميتو الاخر فاش عاود سولناه قال لك بلي الريجيسور ولا الانترسبتور قال له لا راه خص تكون جمعيه خيريه اسلاميه. بالمناسبه حنايا علاش بدلنا جمعيه ملتقى المبادرات النسويه؟ بدلناها على اساس بان الجمعيه الخيريه الاسلاميه للاستفاده من ضريبه الذبح. هذا هو السبب علاش بدلنا سميتو الاسم ديال الجمعيه الخيريه الاسلاميه بالمبادره الوطنيه للجمعيه الخيريه الاسلاميه. شوفوا الاستاذه امينه بغينا نعرفوا يعني بكل صراحه الاستاذه امينه والعمل السياسي علاش لحد انا شفنا كيفاش ترشحتي واش ما مقتنعاش بالعمل السياسي بالمدينه واش كت يعني كتنتظري عاد كتشوفي مازال ما وصل الوقت؟ بكل صراحه انا العمل السياسي تقريبا ما كنفكرش فيه حيت انني كنشوف المراه والعمل السياسي ناخذ مثلا مع كامل احتراماتي للمستشارات وهذا انهم وصلوا ودابا ما كنشوفوش عندهم قرارات ما كنشوفوش مع كامل احتراماتي كانهم كراكيز ولا شي بحال هكا.
العمل السياسي الواحد اللي يدير يكون مقتنع بانه راه غادي يلبي الطلبات، بان الا كان شي كلمه راه غادي يكون قد المسؤوليه ديال ديك مثلا الوعود ولا شي حاجه. لحد الان ما منتميش لحزب سياسي، ما كنفكرش مثلا باش نمارس السياسه، ولكن على كل حال حنا رحنا مع الاصلح. حنا اللي كنشوفوه مثلا غادي ولا كنتظروا منه شي حاجه ولا، حنا رحنا كنمدوا يد المساعده للاصلح. بالنسبه للمراه المحليه يعني كنشوفوا كاين المستشارات على مستوى الجماعه القرويه ديال ولايه ستوت ولا زايد، واش انت يا كمراه كتشوفي الدور، واش قايمين بالدور ديالهم ولا غير مجرد يعني؟ يمكن انا غادي نجاوبك جواب عام، لاننا كنت في بعض اللقاءات كنا مع مستشارات جماعيات بدون ديك اسمها الناس، فهذا كيتشكاو من هاد بانهم غير صوريات، يعني كراكيز ما كنشوفو، ما عندهمش قرارات، ما كيحضروش في الاجتماعات. كتعاود لي وحده قالت كنا جالسين هكا في الاجتماع ولا فاش قالوا هذيك هو غير المراه، يعني حط من قيمتها وهي في الاجتماع وما جاوبت اشنو غادي دير؟ كي قلت لها انا هاد السؤال، قلت له شنو كان رد الفعل ديال كندا؟ قالت لك انا مجموعه نتاع رجال والاخر، قالت لك انا حشمت لذاك السيد في بلاصتو، سيد مسؤول. حنا مازال المراه هنا كنشوفوها بحال لي اننا راه مدايرين انكاجي، كتجي شي مرات هما خصهم بعدا الا بغاو يوضعوك في شي صوره هما كيوضعوك، شي خطات هما كيسيسوك وما كيحطوك في شي حوايج اللي من انت كتسمحهم على برا، انت كتبقى انت كتقول واش انا هادشي اللي كيتقال، واش انا فعلا زعما مازال ما وصلناش لواحد المستوى ديال الوعي. وفاش كنتذكر انا مع الكثير ديال النساء ولا الفتيات كاين ضغوطات، اما ديال الاب او الاخ او الزوج، لا ما تخرجيش، ماشي السياسه، ماشي العمل الجمعوي، ماشي انت هي اللي غادي تصلحي المجتمع. اي لا بقيت نقول انا ما نصلحش المجتمع وهذيك تقول ما نصلحش، شكون غادي يجي يصلح المجتمع؟ والمراه فعلا المراه هي نصف المجتمع وهي المحرك ديال المجتمع. الا حنا جينا لبعضياتنا وما ضحيناش، هي فعلا فيها تضحيه، ماشي بالسهل انك مثلا دير واحد العمل جمعوي ولا راه فيها تضحيه. غير انا اللي كنشوف بالنسبه لي انا يمكن محظوظه ان الدراري ديالي هاد الوقيته فاش خرجت للعمل الجمعوي تبارك الله كبار، ما محتاجين ليش. هذا هو المشكل اللي وقع لي مع الاخوات اللي في الجمعيه، الوقيته اللي عندهم الدراري صغار ما بين 5 سنين 6 سنين 7 سنين خصها تمشي، كان صعوبات هذاك الشيء علاش. ولكن دوك المؤسسه ديال الجمعيه باقيين معنا لحد الان، كيخدموا معنا في الخفاء المساعدات، باقيين كانهم في الجمعيه. واخا الاستاذه بالنسبه للعمل الجمعوي المحلي، يعني واش كتشوفي غادي في تقدم ولا راه ثابت ولا في تراجع؟ يعني من وجهه نظرك يعني. من الصعب سي مصطفى ولدي نجاوبك على هذا السؤال، ولكن انا اللي كنشوف وبقناعتي كانت واحد الفتره العمل الجمعوي لقيتها اللي كنتي فيها بعدا انت مع كامل الاحترام، وما بغيتش نقولها لك نقولها لك لان هذا جميل. لقيتها اللي كنتي معنا كانوا تحرك هذاك الشيء، انتم كنتوا تجيو ما كانش عندنا ماقر، كنا نجيو عندكم كنتوا متاثرونا. دابا كانت واحد الوقفه، دابا اللي شفت انا بحال اللي بقات صراعات بلي بحال داك الشيء تراجع بحال اللي بقى كيهبط. ومثلا انا كنشوف غير مني شمرت فاش كنقعدو نشوف داك الاشاعات كنقول عرفتيني كنقول لا، الا بغيت تقول انفيس ولا عندنا شي انجيكسيون كتجي تقول لا، ايوا بديت هاد الشيء ما بقى لي قد ما فات نكملو وخلينا نخلي واحد البصمه. وقال فرش الاولاد الناس فين ينعسوا ولاد. شكرا استاذه، كلمه اخيره يعني ما سقيناش بيه. تبارك الله فيك استاذ، يعني توجيه اللي غادي يشوفوا. اولا كنشكر السيد عامل صاحب الجلاله على اكلم الناظور اسمه بدر الوطنيه للتنميه البشريه على المساعده ديالو النفسيه، والا بغينا نقولوا هو الاب الروحي لهاد التلميذات. كذلك كنشكر جميع السلطات المحليه على المساعدات ديالهم، واننا واخا كنقولوا حنا عيالات كتفنا حاملين بهاد الناس في وقت الحاجه فاش كنحتاجهم كيكونوا معنا. كذلك تشكراتي الحاره للمجتمع المدني على المساعدات ديالهم. كذلك كنشكر واحد الشكر خاص وخالص للمحسنين. حنا لو كان جينا نشوفوا المحسنين وما كيبغيوناش نتكلموا عليهم راه تقريبا العيب الكبير هازين المحسنين. ولو اننا كنشوفوا كاين بعض الاحيان راه كاين شي ناس اللي كيمشيو عند المحسن وكيبغيو حتى داك الجسم اللي حد المحسن، ما كيديروا خير ما يخليو الناس يديروه، حتى دوك المحسنين بحال اللي كيبلوكيوهم.
ولكن احنا من انا من هذا المنبر كننادي الجميع بان دار البير راه ما عندهاش دعم قار. دار البير حنا الجمعيه ما كنتقاضاوش اجر. كيقول لك راه الرئيسه عندها الاجر ديال الاستاذه والاجر في دار البير، ما كنتقاضاوش اجر. وكنطلب من الجميع باش ينخرطوا ويساهموا جميع وباش هاد الدار تبقى سيروره. اليوم حنا رحنا فيها، غدا غادي تكون خليو لو غولي باش يبقى داكشي تتبع وباش هاد الدار تحافظ على السمعه ديالها وعلى اننا كنشوفوا اعلى المعدلات. ماشي انا اللي غادي نشكر، الشكر شنو فين بالنا؟ بالنا في هاد الطلبات المليحه اللي الاباء راهم كيجيو وكي باش يخليو هنا بناتهم، وكيقول لك حنا جا واحد السيد قال لك انا نقدر نخلص على ثلاثه ولا اربعه عندي باش نكري بنتي، ما نكريلهاش ولكن بغيتها تكون في دار البير. وهذه شهاده يعني تفتخروا بها وتفتخروا بها كاع الناس اللي وضعوا الثقه فيكم استاذه. شكرا استاذه المراني. كنا مع لقاء مفتوح مع الاستاذه والناشطه الجمعويه رئيسة الجمعية الخيرية الإسلامية ورئيسة دار البير بزيو. إلى أن نلتقي في لقاء قريب إن شاء الله مع ضيف آخر، نقول